تسأل في هذا اللقاء وتقول: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يردد الدعاء 3 مرات تأكيدا للشيء كما فعل عندما أشار إلى قلبه وقال التقوى ها هنا 3 مرات؟ أرجو بيان ذلك، جزاكم الله خيرا. نعم، من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال كلاما لأصحابه يعلمهم فيه الخير أو أمور دينهم أنه يردده 3 حتى يعقل ويفهم عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا من اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالإبلاغ والنصيحة. نعم.